بداية هو المنتخب الوطني شرع في تدريباته في يوم 25 من هذا الشهر، ومثل ما تفضلت لكون العدد كان قليل تقريبا 5 أو 6 لاعبين محليين متواجدين حاليا بالعراق. ارتأى الجهاز الفني من خلال بعض اللاعبين اللي يحظون بمتابعة متواصلة مع الجهاز الفني أو من الذين كانوا في القائمة الأولية، خصوصا لاعبين منتخب الشباب، بأن يكونوا متواجدين في الوحدات التدريبية. بالنسبة للاعبين المحترفين في الدوري الإيراني، فهد طالب وعلي عدنان في حال إذا كان هناك توقف للدوري الإيراني بسبب الزيارة. أسألك عن هذا الموضوع، بالبداية أسألك عن سبب غياب يمكن بايش، أحمد يحيى، أحمد فرحان، وإمكانية مثل ما أنت صرحت إمكانية تواجد لاعبين المحترفين في الدوري الإيراني إذا كان أكو توقف بسبب الزيارة. نعم، بالنسبة لإبراهيم بايش كان عنده علم مسبق مع الجهاز الفني أنه كان متواجد في إجازة، وكان مرخص انه يتواجد من يوم امس يوم 26، وكان حاضر في الوحده التدريبيه. الفتره الالزاميه هي ما بعد تاريخ يوم 3/9 لغايه يوم 11، هي الفتره الالزاميه لكل اللاعبين. نعم، لاعبين الشرطه عليهم كان ضغط كبير نهايه الدوري ومن ثم تواجدهم في البطوله العربيه، يعني بالتالي اللاعبين اللي متواجدين بالعراق اللي هم كانوا مناف واحمد باسل يتواجدوا معنا، احمد يحيى واحمد فرحان راح يتواصلون ويكونوا متواجدين من يوم غد. بالنسبه لفهد وعلي عدنان، في حال توقف في الدوري الإيراني بسبب الزيارة الأربعينية ممكن راح يكون عندهم فترة 4 أو 5 أيام فيلتحقون مباشرة إلى بغداد. موعد اللاعبين المحترفين بداية، يعني مشكور الكابتن مهدي كريم المدير الإداري اللي نسق كل أكيد نسق كل الإجراءات وصول اللاعبين لحد الآن، يعني تقريبا اليوم الصورة ومن يوم أمس جهزنا كل اللاعبين أنه يكونوا واصلين بموعد يوم 4 بسبب بطلب من المدرب. يوم 4 يكون موعد وصولهم إلى مدينة شانغماي، يعني لازم يغادرون من يوم 3. اعتقد باستثناء ميرخاص لحد الان احنا يعني ننتظر هو حسب رغبته، انه ممكن يكون عنده يعني ممكن يغادر من المدينه ليس من فيينا او من مدينه براغ، فننتظر رده حتى انه نحجز التذكره. وايمن حسين ايضا كان بوقت سابق حازيله من بغداد بسبب عمليه الانتقال اللي صارت في مع نادي الرجاء، فصار الحجز ماله راح يكون من المغرب.